الله بخير، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه كويسه كده، وسنه سعيده ان شاء الله علينا. كابتن جودي النهارده صاميم سفنكس من تركي، النهارده الاسئله جايه، حابب اسالك اقول لك انا انا اللي سعيد جدا بوجودي معاك النهارده طبعا، وطبعا دي حاجه بتسعدني وفي نفس الوقت مشرفاني ان انا معاك، وطبعا انا سعيد ان انا اسالك اسالني عشان كده شكلها كده هتبقى فيها دروبات بيني وبينك يا كابتن محمد. كابتن دودي هل تسالك انت بقى عشان طبعا كابتن محمد عمر يا جماعه طبعا غني عن التعريف، ده اولا، ثانيا مدير فني سفنكس، ثالثا طبعا عايزين نسالك ايه المفاجاه بتاعت رمضان السنه دي؟ والله الاول كنت مسوي طريق كابتن جودي، والله احنا ان شاء الله ما فيش مفاجات جديده، احنا هنعمل متصل بينا وبين بعض، متصل بيا بالحب بينا بين الاكاديميات في المركز، ان شاء الله في البدايه في الحكايه احنا كلنا اخوات، وبنعلم الاولاد اللي الرياضه محبه وتسامح، ما فيش مكسب، كلنا كسبانين، ما فيش خسران، في الاخر كله هيتكرر ان شاء الله. طبعا انا طبعا سعيد طبعا بكلامي، يعني بكلمك معايا، وفي نفس الوقت طبعا انا عارف اللي انت عايز تسالني، وانا مرشح لك انت تسالني زي ما انت عايز. حبيبي يا كابتن، انا عارف ان مش هنتكلم بقى على التجمعات، احنا هنتكلم على دوره مواهبتك اللي انت اشتركت فيها في 2013 كابتن دودي، 2011 2011 طبعا ان انت اشتركت لاول مره في 2011 في المركز، انا عارف انت اشتركت دورات بره طبعا، ده يزود احنا كمان كمواهبتك كاكاديميه سفنكس لما نلعب مع ضدك وبتاع. طبعا انا طبعا يا كابتن محمد، اولا انا سعيد طبعا، اولا مره ثانيه انا سعيد معاك، ثانيا النهارده انا داخل ببطوله 2011 في كاس موهبتك، وطبعا زي ما حضرتك عارف كان عندي لقاء في برنامج موهبتك من حوالي اسبوع، وطبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نسمع زي ما حضرتك عارف، وكان شيء من ضمن الاشياء الاساسيه اللي الواحد يقدر اللي هو يعمل خطوات لقدام كده وتبقى حاجه كويسه، وان شاء الله هتبني انت على المشاركه. لا والله كابتن انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم ان احنا عارفين ان احنا عارفين كويسه، وطبعا استفدت الولد اهم حاجه، وانا عندي ان شاء الله السنه دي جاي لي اثنين صفقتين جامدين جدا، وطبعا انا هبقى سعيد جدا بيهم. طبعا محدش شايف اللي ورا الكاميرا، بس احنا شايفين يعني. لا طبعا ده اللي ورا الكاميرا ده مفيش حد بيشوفه، وطبعا انا سعيد جدا بالصفقتين الجمال قوي اللي ان شاء الله اللي هيجوا، وفي اثنين اجانب كده على اعلى مستوى كده ربنا ييسر كده ان شاء الله في اكاديميه سبورتنج، وهتبقى حاجه كويسه واضافه كويسه واضافه قويه، علشان ان شاء الله هنبدا السنه دي ابدا بقى ان انا اطلع ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله الانديه بقى الدوري الممتاز اللي ربنا يكرمني فيهم كده ان شاء الله، وتبقى خطوه ايجابيه كويسه كده الفتره اللي جايه ان شاء الله. معلش يا كابتن جودي ارجع معاك تاني في حته، احنا عايزين نرجع بقى تاني، ممكن نعمل برنامج لنفسنا في رمضان الجاي؟ طبعا وانا بتكلم بعيد عن البرامج بتاعتنا، طبعا عايزين هنعمل لقاء في رمضان ان شاء الله، وانتظرونا طبعا، انتظرونا في رمضان مع كابتن محمد عمر وكابتن محمود دودي مدير اكاديميه سبورتنج ومدير الفني بسفنكس ومدير الكوره بسفنكس، ودي حاجه من الاراء الممتاز قوي اللي بتعجب الدنيا كلها، وطبعا الرك كله في حته كابتن محمد زي ما حضرتك عارف، ان الولد كل يعني الاولاد كلهم استفادوا، وتبقى حاجه كويسه وحاجه ممتعه اللي بتقدر زي ما تقول يعني حاجه في منتهى الجمال والواحد يستفيد منها زي ما حضرتك عارف يعني. تمام يا كابتن، حابب بعد اسالك كابتن، ايه اخر اقوالك كده في الدوري في كاس موهبتك؟ عملت ايه الماتش اللي فات؟ وطمنا كده على سفنكس. والله الحمد لله انا يعني انا راضي عن عارف وشايف، وارائنا طبعا بين بعض يعني الحمد لله،
ودايما انت بتبقى متقدم احنا متقدمين، ودايما احنا الحمد لله ماشيين مع بعض كويس باستمرار. الحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله بتبقى كويسه، ودايما تنتظرونا كده في الجديد، كل مدى في الجديد ان شاء الله باذن الله. كابتن خالد حد جميل جدا طبعا، مربيني طبعا من صغري، حد وقتنا هذا عارف ان هو محمود دودي مدير اكاديميه سبورتنج، وبدعوته وثقته فينا طبعا الحمد لله كبيره، ودي حاجه طبعا في نفس الوقت بتريح الواحد نفسيا، ودي بتبقى حاجه كويسه طبعا. كابتن خالد يعني ربي زي ما حضرتك بتقول طبعا، في بعض مش عايزين نكبره بس لا في بعض الاراء طبعا، هو شاب لسه 32 سنه يعني. في بعض الاراء جوه مركز شباب المعادي طبعا، استاذ طلعت محمود، كابتن امير، الاسطوره طبعا الاسطوره. دي غنى عن التعريف، مريحنا جدا بصراحه في بعض الاراء، وطبعا الباشمهندس علاء حافظ طبعا الاضاءه جميله النهارده، شايف الاضاءه في طبعا اراء في الكشافات طبعا على اعلى مستوى، وما شاء الله في تطورات كده كويسه جدا. وطبعا بنشكر استاذ علاء، وبنشكر طلعت محمود الاسطوره، وبنشكر كابتن امير وكابتن اشرف وكابتن مهدي وبعض الناس لو انا مش متذكر حد، استاذ سيام وكابتن زيزو طبعا، ومجلس الاداره حاجه محترمه متعاونين مع بعض وحاجه ممتازه، ودي طبعا من ارائنا ونجاحنا المركز الشباب المعادي الجديدة. وطبعا ده الملعب يا جماعة الرئيسي بتاعي لأكاديمية سبورتنج، ده الرئيسي، وربنا يكرم إن شاء الله في خطوة إيجابية كده كويسة إن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى حاجة كويسة. وطبعا بشكر كابتن محمد عمر على اللقاء اللي عمله معايا دلوقتي، وطبعا أنا سعيد مرة تانية بوجودي معاه، وطبعا كنا عايزين نعمل اللقاء ده من بدري، بس طبعا ما كانش لسه كانت ظروف الوقت طبعا، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نظبط الوقت يعني الحمد لله. ان شاء الله انتظرونا في لايف جديد وقناه جديده، وعايزين بقى اشتراكاتكم كده وتفعلوا الجرس كده زي ما حضراتكم عارفين، انا عندي في سبورتنج وعند كابتن احمد عمر في سفينكس، ودايما احنا بننجح بيكم طبعا. كلنا بننجح بيكم، كلنا بننجح بيكم وبينا مع بعض. وطبعا انا بشكر كابتن محمد عمر، وهو طبعا هيقول كلمه طبعا قبل اللقاء ما ينتهي، وبشكركم مره ثانيه وشكرا ليكم كده. طبعا انا بشكر كابتن سبورتنج كابتن دودي، انا بقى على كابتن دودي تقريبا احنا مع بعض كنا اخوات اصحاب، وزلنا اخوات اصحاب بجد. انا مش بقول الكلام ده عشان يكون في الكاميرا، احنا بجد الطفوله كلها مع بعض، لعبنا مع بعض، اتمرمط كتير هو من هنا لهنا وانا كنت بشجع، والله ان شاء الله هنوصل، والحمد لله دلوقتي احنا بفضل ربنا اكاديميه سبورتنج كابتن جودي واكاديميه سفينكس كابتن سامح وكابتن محمد عمر. فانا بشكره على اللقاء، وان شاء الله مزيد من اللقاءات بينا وبين بعض. بشكر اكاديميه سبورتنج على الاستضافه على خلاقها. انا بشكر طبعا كل الناس في مركز شباب المعادي، كل الاكاديميات، كل حاجه طبعا، على راس كل ده رئيس مجلس الاداره الباشمهندس محمد علاء والاستاذ سهام وزيزو وكل مجلس الاداره، كل الناس متعاونه معانا، وانا بشكركم وبشكر اللي ورا الكاميرا بقول لهم ان شاء الله نقعد معانا اللي ورا الكاميرا برضه. وعايز اقول للناس كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. برافو برافو محمد وليد، برافو برافو، لف لف لف، ها
ها برافو سيف، سيب الكرة، هايل برافو هايل. يلا اللي بعده، ها اوف على كونز، يا ولد برافو هايلين. ها